صحيح البخاري كتاب الصلاة باب ذكر البيع والشراء على المنبر. حدثنا علي بن عبد الله المديني، نعم هو شيخه بس فقط، هذا سيده ومولاه. نعم. قال حدثنا سفيان. سفيان هنا هو سفيان بن عيينة ثقة الأمين، جلس ولا جلس إلا عن ثقة. عن يحيى. يعني بن سعيد هنا يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة الأثبات الأولى والجماعة. عن عمرة. عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وهي من ثقات التابعين، من أعلم الناس بحديث عائشة، هي تابعية ثقة من فقهاء التابعين، نعم، وهي من أعظم الناس رواية عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وذلك قال ابن عيينة أثبت حديث عائشة حديث عمرة والقاسم وعروة. ذلك ابن سعد قال كانت عالمة من العلماء. نعم. عن عائشة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أم المؤمنين، وهي أعلم نساء العالمين ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين. قالت أتتها بريرة تسألها بريرة. قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها، فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي. وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، فقال ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال وقال سفيان مرة. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 مرة. قال علي. قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة، وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة. رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة، ولم يذكر صاعد المنبر. هنا هذه القصة قصة مشهورة جدا، أن بريرة رضي الله عنها وارضاها جاءت لعائشة رضي الله عنها وارضاها تعرض عليها ما قالت ما قال مواليها، وأرادت أن تكاتبهم، فقالت أساعدك أو ساعدك وولائك لي، فقالوا نعم وولائك لنا ليس لها. فلما قصت على النبي صلى الله عليه وسلم أغضب النبي وقام غضيبا خطيبا مغضبا على المنبر، وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. الإشكال عند الفقهاء أنه قال اشترطي لهم الولاء. عامة في التبويب قال لحظة أنا أسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش حامد عامل يا حبيبي؟ الله يحفظك سيدنا. عامل ايه؟ لما؟ 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 أنا بضرب على الرأس على طول. كيف استغفر الله، أنت تراني أحزن من نقاش. أنا أول ما الاقي حيدة لازم أديك فوق دماغك على طول. لا لا جزاك الله خيرا، احسن مالك. انا بتمتع والله، بس انا عارف ان انا بقرص بسرعه، بس انا بتمتع والله. لا يا شيخ على راسي. ربنا يجمع بيننا في الجنه يا رب. رب يجمع بيننا في الجنه. أعلم. والله اعلم ذلك شيخ احمد. بوركت حبيبي، تدلل، انا رهن اشارتك. الله يحفظك يا رب. انا عايز الكتب بقى. حاضر، انا هجهزها لو النهارده اجهزها واتصل بحضرتك، او بكره تمر علي ادخل. جيد. انت عندك السراج الوهاج؟ ما فيش حاجه في صدرك شكلها عليك والله يا كانك لا تعرف. اعرف اعرف اعرف، وانا بناقش معاك، بس انا لما بلمح فيك في عمق مذهبيه ببقى عايز اطير رقبتك. ايوه، لان انا شايف جهله يتنطعون وعايزين أمان. أنا عارف إن أنت مالكش دعوة، أنت أبعد الناس، لكن أنا بخشى عليك من ذلك. أنت شفتني أنا دعيت إيش قلت قبل بعدها؟ اللهم لا تصبني في هذا الولد، صح ولا لا؟ نعم. القصة بتاعت عيد الأم دي أنا عارف سنتين مدورة في مصر. نعم.
لا لا يا ما فيها شيء. احنا اسمعني اسمعني، انا الزمتك بشيء، وانت لما الزمتني بيه قلت لك انا مقصد الشريعه تمنعك ان تلزمني، صح كده؟ وصلنا لنقطه التقاء مع نقطه افتراق، ما خلاص انتهى الموضوع، الامر ده سهل بالنسبه لي. انا عايز اغير حضرتك بس حاجه معينه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عفوا اعتذر اليكم. قال كتاب الصلاه باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. هنا حسب البعض بأن القول هنا كأن الذكر يعني هل البيع والشراء في المسجد يجوز أو لا يجوز، ومنهم من خالف بذلك، ومنهم من ذهب وجاء واختلفوا في جواز ذلك في المسجد بعد فرغ مساحة العقد. وهذا كلام عجيب جدا. الإمام البخاري لا يتكلم على مسألة البيع والشراء في المسجد، هو يتكلم على أنه يمكن أن تذكر هذه العقود في على المنبر خطيبا تعليما، وهذا الذي أراده الإمام البخاري. وطبعا مطابقة الترجمة للحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صعد على المنبر في المسجد صعد مغضبا فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. هذا الذي أراده الإمام البخاري في قوله باب ذكر البيع والشراء على المنبر. قال على المنبر، والمنبر لا يكون إلا في المسجد، فكأنه ما ذكر البيع والشراء في المسجد، وذكر ذكر البيع والشراء في مسألة في المسجد. وأما البيع والشراء في المسجد فهو حرام. الله النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من تاجر من باع واشترى في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، والثاني قال من أنشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك. وأما في الحديث فقصة بريرة كما قلنا بأنها جاءت عائشة رضي الله عنها، ومن إحسان عائشة أنها قالت نعم ولكن ولائك لي، وكان الحق أن رأى لها، فلما قالوا لا ولائك لي فقال الإمام فقالت عائشة رضي الله عنها للنبي ذلك، فقال لها اشترطي لهم الولاء. هذا أشكل على العلماء لأنه قال فاشترت لها الولاء. كيف يقول الإنسان اشترت لها الولاء وهو ينكر ذلك، ينكر هذا الشرط؟ فالشافعي أولها ووجهها اشترت لهم الولاء، يعني اشترت عليهم الولاء، ولهم تأتي بمعنى عليه، كما قال الله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، يعني فعليها، فلها يعني فعليها. والسياق حاكم في هذا الباب. وبعضهم قالوا هي على بابها ولكن أراد التغليظ عليهم، هي على بابها ولكن أراد التغليظ عليهم، وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، فهو باطل ولو كان 100 شرط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتعيها فاعتقيها، زي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعطى. فيها مسألة أخيرة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. بعض العلماء أول كتاب الله قال الخاص بالقرآن، يعني أكون الشروط موافقة للقرآن. والثاني وهو أصح والأسد عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يعني في الذكر في الكتاب والسنة، لأن السنة من الكتاب والسنة مبينة للكتاب، يعني ما جاء في الكتاب أو جاء في السنة وليس معنا أيضا أن كل شرط يعني لا لابد أن يكون منصوص عليه في الكتاب والسنة. هو الحق هنا نقول أن العلماء اختلفوا في هذا الباب، هل الأصل في الشروط التوقيف أم الأصل في الشروط الإباحة والجواز. أما الحنابلة فقالوا الأصل في الشروط الجواز، واستدلوا على ذلك المسلمون على شروطهم، والحديث فيه ضعف. وأما الجمهور فهم يستدلون بالآية في قول الله جل وعلا أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط 100 شرط. وهنا الحق أن الشروط لابد أن كلها أدلة ليس على الإباحة كما قال الحنابلة في هذا الباب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا بهذا الشرط زجرهم وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. يؤخذ منها المسألة المهمة في هذا الباب، وهو بأن شرط العتق كان موافقا للكتاب والسنة. يبقى إذن المسألة هنا هل على التنصيص في مسائل الشروط أم ماذا نقول على الجواز وعلى الإطلاق؟ الحنابلة قالوا الجواز والإطلاق كما قلنا،
ولذلك هم قالوا ان حق الشروط التي ان توفوا بها ما استحلتم بها الفروج على اساس المسلمون على شروطهم. نقول نعم ان كانت الشروط توافق كتاب الله جل في علاه، فهم قد اشترطوا عليها، هم قد اشترطوا عليها، يعني اشترطوا عليها ان يكون الولاء لهم، وهذا مخالف للشرع. اشترطوا هذا الشرط، قالوا نعم نقبل بشرط ان ولائك لنا. فلما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم قام النبي قال اشترط لهم الولاء تغليظا وزجرا، ثم قام خطيبا معاتبا مغضبا، ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. لم يذكر اسم، وهذا ادبا من النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يذكر بحال الاحوال في هذا الباب. كلما اراد ان ينبه على شيء قال ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا، قال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. فكل شرط ليس في كتاب الله ولو كان 100 شرط فهو باطل. أخذتنا الوقت خلنا. الفوائد المستنبطة، طبعا وجعل الولاء لعائشة رضي الله عنها وارضاها، لأنه قال هنا يبين بقى الأحقية، قال إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء، وإنما أسلوب حصر وقص، قال إنما البلاء، قال إنما الولاء لمن أعتق. الفوائد المستنبطة، فضل الإحسان للغير، من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من الجنة من النار. الشرط الفاسد قد لا يرجع على العقد بالبطلان، قد لا يرجع. هذه مسألة فيها حفظك ربي يا عبد الحق، نسأل الله أن يحفظك وأن يسهل لك أمرك وأن يجمع بيننا في الجنة وأن يستعملنا وإياك لرضوانه وأن يغفر لنا كل ما وقع منا من زلات وسقطات وهنات. اللهم أمين. النصح بالتعميم مع الستر دون الفضيحة، النصح بالتعميم مع الستر، مع وجوب الستر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى ما أشار إليه، قال ما بال أقوام حبك الله زحفتنا فيه. وأيضا لما قال لأساس نفر الذين سألوا عن عبادته كأنهم تقالوها، أيضا ما أظهرهم، قال ما بال أقوام يقولون كذا. وهذا كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم تأديبا وتعليما بأبي هو وأمي، هو أحسن الناس خلقا. الأصل في شروط التوقيف الرجوع إلى العالم، وهذا مهم جدا. حياتنا الدنيا الآن يعني فيها ما فيها، لأنه الرجوع ما كان للعالم، الرجوع إلى العالم. وهذا يأتي مما حدث مع عائشة، ما عرفت ماذا تفعل، رجعت إلى النبي فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقيها، إنما الولاء لمن أعتق. المسألة عندك.